السلام عليكم. اليوم ان شاء الله باش نوريكم انتي دور بازي على حاجه اسمها ترانسبوزيسيون. شنو هي ترانسبوزيسيون بلغتنا العربيه؟ كنترجموها عندها برشا معاني، مثلا تحويل ولا تغيير. باش نحاول نفسرها بلغتنا الدارجه فاصون سامبل. ترانسبوزيسيون هي انك تبدا عندك حاجه هونيه وحاجه مثلا هونيه يبدلوا بلايصها. الترانسبوزيسيون تنجم تصير انه يجي واحد يبدلهم ولا اي حاجه. اليوم شوريكم انا طريقه من الطرق اللي تنجم تصير بهم ترانسبوزيسيون. باش نزيد نفسركم اكثر، باش نستعمل حاجتين الناس الكل تعرفهم، اللي هما دو ستيلو. كيما تنجموا تشوفوا عندنا ستيلو ازرق والواحد القطر نتاعو اصفر، وعندنا ستيلو ترانسبارون عادي. باهي يا سيدي، باش نجي ناخذ ستيلو الاصفر ونحطو في مكتوبي. باش ناخذ ستيلو الازرق باش نجي نحي الطابو ونحطو هنا هنايا. ونحبكم تركزوا معايا، نعمل هكا شو باش يصير. باش يبدا ستيلو الازرق هذايا ترانسبارين بشويه بشويه، نزوز شويه بعد كده تشوفوا يمشي ويولي اصفر. نجمو حتى تشوفوا، نجمو نوريكم الجهات الكل، نجمو حتى نعملوها حتى بصباع واحد، يبدا بشويه بشويه يمشي ويصفر. لكن في نسير له ترانسبار ماشي نحو تعود بالاصفر، ولهنا تعود كله ولا ستيلو اصفر كما تنجم تشوفوا. ها باهي، دونك كي ولا عندي ان هني ستيلو الاصفر، تري ستيلو ترانسبار وين مشى يا زعما؟ نشوف في مكتوبي شنو ولا عندي، ولا عندي ستيلو ترانسبار. كيفاش بدلوا بلايصهم؟ الله اعلم. هذه هي ترانسبوزيسيون بطريقه فيزيوال وماجيك كيما عادتنا. ان شاء الله يكون عجبكم الدور، وملتقينا ان شاء الله فيديو واحد اخر. والى اللقاء، تشاو تشاو.